تبدأ وزارة التربية والتعليم اليوم في تسليم مدرياتها التعليمية أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة، وكانت الوزارة أعلنت أمس أرقام جلوس الطلاب على الموقع الرسمي للوزارة. جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة تنطلق في 3 يونيو المقبل، وكانت قد أعلنت الوزارة استعداداتها لاستقبال ماراثون الثانوية العامة. لمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف دكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم. دكتور رضا، برحب بك. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك. آخر الاستعدادات الخاصة بالثانوية العامة. هو أنا زي ما حضرتك تفضلت كده في المقدمة، النهاردة الأرقام الجلوس هياخدوها تروح على المدريات والإدارات، وهتبقى في المدارس على مباشرة، لكن هي على موقع الوزارة، يقدر حد أي طالب يدخل على موقع الوزارة ويعرف رقم جلوس. آخر استعدادات زي ما حضرتك تفضلت إن الطالب هيروح الامتحان هيلاقي كراسة الامتحان قدامه علشان يأدي الامتحان. يعني إن شاء الله كل الخطوات معمولة في جدول زمني تمام. الامتحانات تم إعدادها خلاص أو تقريبا انتهينا من طباعتها. في إجراءات لحفظ تكافؤ الفرص، وإن كل طالب يؤدي أدور يؤدي امتحانه بهدوء شديد جدا علشان يطلع أحلى ما لديه في هذا تمام الامتحان. عشان يطلع أحلى ما لديه، إيه اللي تم مراعاته هذه المرة وتفاديه عن المرة السابقة؟ طبعا ده كلام مهم جدا. طبعا واحد من الحاجات في بناء الأسئلة أو بناء الامتحان، تم عقد عدة اجتماعات مع الهيئة الفنية لوضع الامتحان بحيث ان يبقى في دقه صياغه الاسئله، ما يبقاش عندي اسئله تحتمل التاويل، عدد الخطوات اللازمه لكل سؤال، ده بالنسبه لاعداد الامتحانات. اما بالنسبه للتقدير، وده واحده من الحاجات المهمه ايضا، اعتقد ان احنا هنعمل فيديو كونفرنس عقب كل يوم امتحان مع مقدرين الدرجات، من اللي هقابلهم بقى مدير عام الماده وكذلك وضع الامتحان، علشان يتناقشوا في الامتحان من حيث فنياته وجزئياته واليات تقديره، واذا تطلب الامر تعديل نموذج الاجابه فانني على استعداد فورا لتعديل نموذج الاجابه بحيث يتضمن نموذج الاجابه كل البدائل المطروحه للاجابات حتى قبل ما نبدا العينه العشوائيه. تمام. ربما الامتحانات تاتي هذا العام في ظروف مختلفه، هو شهر رمضان. ايه اللي تم اخذه في الاعتبار بالنسبه للاسئله في الامتحانات الثانويه العامه؟ هل تم مراعاه ده ولا الامتحانات؟ استاذ احمد بص، بس انا عايز اقول لك، العام الماضي احنا امتحنا تقريبا معظم امتحان في رمضان. اكيد. ولكن كان في بعض المشاكل وكان في بعض الشكاوى من بعض الطلاب. زي ايه؟ معلش يعني مثلا أنا الاسئله بيبقى عايزه اجابات كتيره او اجوبه طويله. لا بص حضرتك كويس. بص حضرتك، هو اعداد الامتحان ده عمليه علميه لها منهجيه. تمام. في مواصفات ورقه امتحانيه، بيعد الامتحان في ضوئها. عندنا تذكر 15%، فهم 20%. انا عارف ده، ولكن حضرتك النسبه اللي حضرتك بتتكلم عنها ديت بالنسبه ليكون طالب طبعا بيذاكر طول الليل وفي صيام، وطبعا انت عارف ان الجو هيكون حر حسب طبعا هيئه الارصاد الجويه، هتبدا من يوم الخميس ليوم الثلاث في موجه حاره، وبالتالي ده اكيد هيكون ليه تاثير سلبي على الطلاب. ده تم مراعاته ولا الامور ماشيه في طبيعتها؟ لا لا لا، الامتحان من حيث اعداده وفق مواصفات مثل العام الماضي تماما. ولكن كل اللي اقدر اوفره ان انا هيئ ظروف مناسبه لاولادنا في اثناء تاديه الامتحان. تمام. بالنسبه للمنشات، يعني احنا اتكلمنا عن ساق الامتحانات، ولكن بتكلم عن المنشات بالنسبه، هل في مراوح الحاجات اللي يعني احنا كان عارفين يعني انت حضرتك هيكون في درجه حراره عاليه وصيام وكده، ده تم مراعاته في المنشات الخاصه بالمدارس؟ المدارس اللي تقدر توفر هذا الكلام احنا طبعا بنقول للمديريات، ده يخص مديريات التربيه والتعليم، بنحاول نوفره. ولادنا كمان هيمتحنوا اسبوع واحد في رمضان، وواضعين لهم مواد كمان التي لا تضاف للمجموع في هذا الاسبوع قبل العيد باذن الله. يعني ده تم كمان مراعاه الجدول بالنسبه لجدول الامتحانات. طبعا. الجزء الاخر هو الاستراحات والساده المعلمين، احنا برضو بنراعي الاستراحات وبنشوفها، وعندي لجان بتمر على الاستراحات يوميا وفي تقارير بحيث نضمن برضو راحه للمعلمين واللي هم هيقوموا بعمليه الملاحظه على ابنائنا الطلاب. تمام. عموما احنا بنتمنى كل التوفيق ليكم ولطلابنا في امتحانات الثانويه العامه. دكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزاره التربيه والتعليم، شكرا لحضرتك.